مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وصباح الخير عليكم جميعا. قالت تحدث خوفها: خذ أربعات السعد صرهن إليك، وانثر على كل الجبال غنائهن، وعد وقد غسلت يداك من الوجل، فغدا ستمطر أرضنا يأتين سعيا يستبقن على مدارات الأمل. أمل جديد يجمعنا وصباح جديد ومجموعة من الحكاية الصباحية التي تشرق في كل صباح جديد وتحكي حكاية مختلفة عن نبض الحياة في مختلف مساحاتنا السودانية. نحتفي بهذا الوطن أرضاً وإنساناً. صباحكم خير. النسيم جاك من شمالك، ولا صوت القمر الحنين، وين وين يا وصول الروض الأمالك، النسيم جاك من شمالك، ولا صوت القمر الحنين، وين وين يا يا مالك؟ ما انت لسه في عز جمالك وشايل حيلك.